اللي يبغى يشتري الرام روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عنده مرخص من اللعبه، فاي احد يشتري لا تنسى كود في اس ال راح يخصم لك 3%. الموقع متوفر فيه كل شيء يخص روكت ليج سواء على ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس. يعطيكم العافيه، الرابط في الوصف. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج، راح نلعب بحسابي الاساسي، ما هو حساب من الصفر، حساب من القمه وصعود القمه قبل. لكن انا ليش حاط هذه السياره وليش بلعب فيها؟ 5 فينيك لكم، شروط بسيطة جدا، ما هو في اليوتيوب، يعني إذا أنت في اليوتيوب لايك، اشتراك، على زر التنبيهات، أهم شيء لا تنسون كود الايتم شوب، يعني اللي ما حد يحطه، ما في 30 واحد حاطه حاليا، يعني الله كريم، في اس ال، كابيتال سمول ما يفرق، موقع روكت ليج اكسشينج، منهم الخمسة فينك، ضبطوكم؟ ضبطوهم يعني، اللي يبغى يشتري كود في اس ال، يعني كريدت عنده مرخص، الخمسة فينك، روح على حساب انستغرام، طالع قدامكم على الشاشة، روحوا على آخر صورة نزلتها، وقت ما ينزل هذا المقطع، بيكون في صورة فيها فينك، أوكي؟ سووا لايك للصورة، كومنت واحد فقط ان يا رب افوز، لا اله الا الله، استغفر الله، اي شيء، كومنت واحد. ممنوع تكرار، اوكي، ممنوع تكرار، لان ما راح يفيدك تكرار ابدا، يعني بسالفه الفوز ما فوز، لان البرنامج اصلا يطلع تكرار وما تكرار، من البدايه لا تكرر، واهم شيء انك تكون مسوي فولو وبس. خمسه فينك، اضبطكم ولا ما اضبطكم؟ من زمان عن القفويات فيديو، قلت لازم اعطيكم هديه، ان شاء الله تكون يعني الهديه حلوه، يعني باذن الله. خمسه فينك، والله ترى كثيرين يبون فينك، اسالكم يا رب يا كريم. انا شوفوا ودي العب 1 في 1، بس والله 1 في 1 يجلط كثيرين. يا اخي كيف تبغى لعبك تحسن وانت ما تلعب 1 في 1؟ انا ما ابغى لعبي يتحسن اذا كان 1 في 1، حرفيا ال 1 في 1 يجلط بشكل مو طبيعي. اوكي، هذا 2 في 2 بعد يجلط، لو انا اللي ذا الحين اباندن على طول، يعني باند وات ذا هيك. اوكي ميدل ايست، هذا شكله خوي. كلوز وان، الله كلوز، والله مدريس صعبين. وات، لا يا خوي تكفى، لا تكفى، حلو انه بعدها مره. لا وات، تكفى يا خوي تكفى. ايوه بيجيبها. لا يا خوي والله ما له داعي، خشتك تكفى. هدف، لو يا اخي يقطع ام القهر، يقطع ام القهر. طب ليس انكسرت رقبتي، ها ايش قلت انا؟ اخذ البوست عنه. هاي يا خوي والله واضحه، والله اني خفت انه يصدمني. يصدمني هذا وش؟ عشان كذا نطيت، صدفت يعني. ما معي بوست عاد، تكفى يا خوي تكفى. لا مو بهنا، مو بهنا، الله يسعدك. قولك كلوز، تكفى. لا 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 لا، لا يا اخي شلون النطة ما جت؟ ماني نازل من السيلينج. تكفى جول، الله يا شيخ عيني، والله اعطاني اسيست خويه استعجل. نايس والله، نايس والله، نايس، الحمد لله يا رب، الحمد لله. طيب كذا دبل، حلوه. اخ والله وانا نازل يقطع بليت القهر. يا ساتر ايش قاعد يصير؟ اشو، لا لا لا، العب يسار تكفى. لا حرام عليك، شوت في الجدار، تكفى تكفى تكفى. ايوه ايوه تكفى، يا الله. تكفى شوت في جدار. اوكي، مشكلة خوينا انه يشوت في زاوية واحدة كل شوي، ولا لعبة كويس يعني. اي ايش قاعد يصير؟ خوينا وينك؟ حرام عليك. تكفى، نايس شوت يا عيني. والله العظيم هجمات قبل شوي، المفروض خلاص فايزين من زمان. يا ساتر يا شيخ، نايس 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 نايس، الحمد لله. والجيم بقى مو بالفشل، بقى بالنجاح. اوكي ضد الجراند، ضد الجراند، الله يعين.
والله كانت النية انها تكون اقوى. سجلت شو تكفى. اوكي نايس شوت. قروش قروش الخصم، لا تخليه كذا، لا لازم واحد من التيم قروش الخصم، ما يخليه ياخذ راحته، ما يخليه يمشي يروح سيلينج لا تكفى. كلوز كلوز يا خوي، يعني نايس شوت. والله لو ضاعت اتهاوش معك، بس نايس شوت. والله اعطيت اسيست يا ساتر. اي قروش زي كذا قروش. امشي والله يا سيف يا ساتر. حلو حلو اوكي تكفى. نايس يا عيني، والله تضبيط اسيستات، والله تضبيط اسيستات. الجيم الثاني فرفت على طول جي جي والبليد. والله معنا قسم بالله عشان يدخلني الجيم، والله العظيم يطول يطول بشكل مو طبيعي. فاذا لعبت يوروب دايم لا تقدرون تقولون ما انا حاط مدريس يوروب، اللي يجي اول يجي اول، بس حاليا حاط مدريس بس عشان كذا يتاخر مره مره. ولكم ابو سعد وينه ما ادري ليش خاش كذا. تكفى يا خوي صده. الله العظيم ما نويت ما نويت اصدم يا شيخ. ليش حاقد ليه؟ روح بوست ما معي. لا تكفى يا الهي. ماش ماش ما بدها تزبط. الله يا خوي اعطاه اسيست انما ايه. طعم اللعب المخيس. والله انه حاقد علي ذا من زمان، وش وضعه؟ اوكي يعني ما بقاعد يروح يصدم خوينا، لا يصدمني انا بس. هيك يا خوي والله لو تشوت على المرمى على طول انه افضل قسم بالله. والله خوينا قاعد يجيب عيد مره مره. الو يلا اوه ايه والله كلوز وان. ما ادري شلون جت صراحه ذي، والله ما ادري شلون جت، بس هذا شرف شباب. هاي بوست يا خوي حرام عليك. والله عاد انا استاذن عاد. فرفت والله العظيم انه افضل شيء في الحياه. يعني ليت خوينا يعني قريب من المستوى هذا اللي ضدنا الاول مو بالثاني. الاول لعبه كويس وميزته انه بثر 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 مره، الثاني قاعد يصدمني. هذا وظيفته، يبغى يصدمني. يوم صدمني كذا ارتاح نفسيا ما ادري شو وضعه. يلا بسم الله. هذا الشانكس اوه والله يا كان جراند تشامبيونز سيزون 3. والله نقاطه تحت 1000 يا ساتر. نايس شوت والله نايس شوت. لا تستعجل تكفى مشها. اوكي خوينا ما معه بوست اتوقع. اوكي نايس شوت. خوينا ما ادري ليش خش معي والله. وين هو كان؟ والله كان رايح يلم البوست فجاه رجع. اسمع لي ما عليه. اوه ايش فيه؟ طقتي وين راحت؟ لا 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 خوي وش هذه؟ خوي وش هذه الكوره؟ وات؟ وش الطقه ذي حرام عليك؟ نبرم خوي ليش طير معي ليه؟ غريب والله انه غريب. مو بجايبها الحين. هذا ما صدمته اوكي؟ بيصدم خوينا. تكفى انا ما ادري بتجي هدا من جايه بس اوكي مديك. تكفى كلوز وان والله يا شطفه يا ساتر. يعني ما لهم خوينا يوم يشطف ذيك او يعطيه واسس. والله انا جبت ريد صراحه. تأثر السيف تكفى قولك على المرمى تكفى. والله اغلبهم ما معهم بوست. لو استغل هذه اللحظه جي جي والبليد. والله حرام تكفى. يا ساتر الجرة يا ساتر يا الجرة. نايس شوت والله نايس شوت. تقطم الجرة يا شباب. يو يو يا ساتر. هذا يبغى يصدم يفجر ما ادري ايش يسوي. ان شاء الله جيم فوز باذن الله. خلاص يا سام خلاص.
ايه جريت باس، ايه جريت باس، والله العظيم ما خليه، والله ما خليه، والله لا يجب. اي قتل يقطع بليس القهر، والله شوت قوية مرة هو. ياه اوكي يوه يلحطه قهر. آخ ما جاي يسوي شيء ويضبط شوي يعني ما تكمل. روح روح نايس. والله نايس والله رفست رفسه يا ساتر. آه تكفى يا خوي لا 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 ما تقول لي دفيتها انا. شو تكفى شو لا تصدى تكفى. طيب لعبة المشاهدة ان شاء الله استمتعتوا للأمانة. أول جيمين من أفضل الجيم بعدها عاد شو نسوي؟ شو نسوي بعد؟ فخلونا نفتح الباكج هذا وبعدها ننهي المقطع. فلا تنسون تشاركون في الجيف واي اللي قلت لكم عنه في بداية المقطع يعني على انستغرام ولايك على آخر صورة وكومنت واحد يا رب أفوز. أي كومنت لازم تكتب كومنت واحد لازم لايك ولازم فولو. يعطيكم العافية خلونا نفتح الباكج الثاني عاد يمكن يطلع لنا فيري رير يعني ما ندري. ما شاء الله أنكمل هلا. يعطيكم العافية إن شاء الله استمتعتوا ونراكم على خير في أمان الله. السلام.